التقييم يكون عادل أكثر. يعني لو نظرنا إلى مسألة الموضوع المشاريع الزراعية اليوم، احنا يمكن السنة الأولى التي تحقق فيها الاكتفاء الذاتي في مجال الحنطة وإنتاج جيد في الشعير وبعض المحاصيل، بل إنتاج جيد في كثير من المحاصيل الزراعية، هي في 2020، وهذه ثمار عمل 2019. فكان هناك ثمرات واضحة. أيضا ميناء الفاو في 2019 اشتغلنا ما يعادل 11 سنة بالنسبة لميناء الفاو، من إدراج المشاريع وتصميمها على الأرض. يعني كنا أيضا هناك الاتفاق العراقي الصيني، كان هناك فيه فرصة كبيرة.